شايف الغيرة شعور حلو ولا وحش؟ هو الغيرة بين الأزواج طبعا حاجة كويسة تمام، بس المفروض يبقى لها حدود أو يبقى في ثقة بين الطرفين. أكيد ده وضع طبيعي للراجل الشرقي، لابد أن يبقى في غيرة. أكيد الغيرة دليل على الحب. الغيرة دي يعني الضبر زي الشك بالضبط، يعني الإنسان إيه بيشك، لكن بالغيرة مش كل الاوقات كمان غيره. على حسب الغيره ايه بالظبط، ما مش ممكن مثلا اكون انا مثلا في شغلي، انا اكيد ليا اصحاب وليا صديقات وليا صداقات، نفس الكلام العكس، انا من حق ان انا اعمل اللي انا عايزه، بس هي مش من حقها تعمل اللي هي عايزه. ايوه طبعا الغيره دليل على الحب. طبعا اي الغيره دي مطلوبه، في موجوده في الستات كلها اساسا. ده طبيعي جدا، يعني ادام مثلا بحب واحد لازم يبقى معايا، او مثلا لو اشوف مثلا ما حد غيري بغير طبيعي. عامل ازاي في المواقف دي اذا كانت الغيره منها او صادره منها؟ في الحد المسموح به، اي حاجه بتزيد عن الحد ده بتنقلب ضدها طبعا. ما ينفعش ابقى ماشي معاها وتبقى واحده معديه وعيني مثلا تيجي عليها، يبقى يومي حلو قوي، لكن هي دي اغلى حاجه عندي مثلا، دي بتغير عليا وانا بغير عليها واحنا قرايب اساسا. كل حاجه بتزيد بتفقد معناها وبتؤدي المشاكل، لكن لما ما تبقاش موجوده خالص برضو تبقى ليها تأثير مش حلو. يعني لو زوجة تحس إن جوزها هي مع أي حد كده وعادي والدنيا ماشية كده، طبعا ده شيء يضايقها أكتر من لو غار عليه. طبعا أحاول أنا أهديها وأفهمها إن أنا ماليش حد إلا هي، وهي أهم حاجة عندي في حياتي، وإن أنا عمري ما أفكر إن أنا أخرب بيتي وأبص لحد تاني. يعني لو هو غار عليا هي حاجة ممتعة عموما، يعني إن هو يغير عليا أكيد هزود في اللي أنا بعمله. حلو قوي انك تشوفي الغير عادي، بقدر احتويها وكده، وممكن مثلا اقول لها اجيب لها اي حاجه، البنات عامه بتحب اي حاجه تافهه، لو جبت لها حتى ملبسايه بتقدر تضحك عليها بيها. يعني ببقى لحد الان مبسوطه، بس بحسسه لا اللي هو ما لو لا ما فيش تحكمات وكده، بس ببقى مبسوطه بس. غيرة لما بتزيد عن حدها بتبقى مش حلوه. يعني هي الغيره حاجه محموده في الحب وكويسه، والحب ما ينفعش من غيرها اصلا، بس في مستويات تانية للغيرة بتبقى غيرة مرضية، دي اللي بتبقى مشكلة جامدة، يعني ممكن تؤدي لخراب العلاقة أساسا. أنا شايف مثلا إن أنا لو بحب حد أسيبه يعيش حريته الشخصية، بس برضه في حدود الإطار الغرب بتاعنا، إحنا مجتمع شرقي ليك حريتك، بس في المجتمع الشرقي بتاعنا لازم تحافظ على العادات والتقاليد بتاعتنا. يعني اغلب الستات انا شايفاها مبسوطه جدا ان جوزها بيغير عليها، هي عاجبها قوي الكونسبت ده وفرحانه، والراجل بيتكلم عن غيرته لمراته، دي نوع من انواع الرجوله. يعني انا بغير على مراتي، انا راجل يعني. هل